أعلن سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود عن نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية في قائمة التراث العالمي لليونسكو خلال اجتماعات الدورة 46 للجنة التراث العالمي بمدينة نيودلهي الهندية. بهذا التسجيل تحقق المنظومة الثقافية مستهدفاتها 2030. قرية الفاو الأثرية تصبح ثامن موقع سعودي على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي منطقة تبعد 700 كيلو عن العاصمة الرياض. وكانت الفاو عاصمة مملكة كندا الأولى، إحدى ممالك العربية القديمة في نجد. ومن أهم المواقع الأثرية هناك، ويعود اكتشاف هذه القرية لعالم الآثار السعودي الراحل عبد الرحمن الأنصاري، الذي أشرف على أعمال التنقيب هناك لأكثر من عقدين. ولمناقشة هذا الإنجاز المهم لوزارة الثقافة، معي ضيفي عبر الفونو الدكتور عبد الله الزهراني، مدير عام قطاع الآثار بهيئة التراث. دكتور عبد الله، حياك الله. تسمعني يا دكتور عبد الله؟ تسمعني دكتور عبد الله؟ إلى حين يجهز الاتصال. تسمعني دكتور عبد الله؟ واضح طال عمرك. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام، حياك الله. أول مبارك لك هذا الإنجاز وللمؤسسة الثقافية جمعاء. أبغى أسألك، ما الذي تحكيه هذه القرية الأثرية عن تاريخ الجزيرة؟ شكرا أخي الكريم خالد، وفي الحقيقة أود التصحيح فقط أنها ليست قرية، هي أشبه اليوم بمركز تجاري حضاري يعود تاريخه إلى أكثر من 3000 عام من الوقت الحاضر. جميل. ولعبت هذه المدينة وهذا المركز دور تاريخي كبير جدا في ربط الجزيرة العربية بالحضارات المجاورة، حيث كانت تستقبل هذه المدينة القوافل التجارية التي كانت تأتي من جنوب الجزيرة العربية باتجاه وسط الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك تتوزع هذه القوافل باتجاه الشرق ثم الشمال. ولك أن تتخيل أخي خالد حجم المبيعات وحجم السلع والبضائع التي كانت تأتي عبر هذه القوافل وتمر عبر مدينة ومركز الفاو، ويتم استبدال بعض البضائع ثم يتم أيضا انتقال هذه البضائع إلى مناطق أخرى. أضف إلى ذلك أن وجد في هذه المدينة عدد كبير جدا من المساكن ومن الأسواق التجارية، بالإضافة إلى النواحي الثقافية والنواحي الدينية والتي تميزت بها مدينة الفاو على مستوى الجزيرة العربية، بالإضافة أيضا حتى على مستوى الشرق الأدنى في ذلك الوقت. جميل. طيب دكتور، ما هي أهمية هذا التوثيق اليوم في جذب علماء الآثار والمهتمين في التنقيب؟ الحقيقة أن الأعمال الأثرية التي تمت في الفترة الماضية كشفت عن جزء يسير جدا من هذه المدينة، واليوم بعد أعمال التسجيل التي تمت بالموقع يعطي الموقع أهمية كبيرة باستكمال أعمال التسجيل، ولذلك قامت هيئة التراث بوزارة الثقافة بإعداد برنامج علمي طويل المدى لاستكشاف الموقع وإضافة المعلومات التاريخية الأخرى التي سوف تكون إن شاء الله تعالى إضافة كبيرة جدا لتاريخ أراضي المملكة العربية السعودية وثقافتها وحضارتها والتي تعود بجذورها إلى أكثر من آلاف السنين. جميل جميل، هذا من الجانب البرامج العلمية، لكن كيف سينعش هذا الاكتشاف السياحة الثقافية أيضا؟ بالتأكيد أخي خالد، هذا الموقع يقع بالقرب من عدد من المواقع الأخرى والمحميات الطبيعية التي سجلت مؤخرا، محمية عروق بني معارض، وقبل ذلك طبعا موقع حما الثقافي، والذي يمتاز أيضا بعدد من النواحي الثقافية. فستكون هذه المواقع كلها مجموعة ثقافية واحدة تعطي الزائر اختلاف كبير جدا عن تلك المواقع وكيف كان لها دور كبير جدا خلال السنوات الماضية. طيب دكتور، هذا الاكتشاف يحقق مستهدفات رؤية 2030 في اليونسكو، فقبل حتى أكثر من 5 سنوات من انتهاء المهلة خلنا نقول أو الرؤية، فكيف تراها الآن؟ الحمد لله بتضافر الجهود، جهود الهيئة وشركائها أثمرت هذه الجهود عن تسجيل هذا الموقع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأيضا تعمل الهيئة اليوم على استكمال تسجيل عدد من المواقع الأخرى، وسترتفع إن شاء الله إلى عدد أكبر لتعكس أهمية
الأهمية التاريخية والحضارية لأراضي المملكة العربية السعودية. وهذا حقيقة يعطي انطباع كبير جدا ويعطي يعني ويوضح الدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الثقافة من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان لهذا القطاع المهم والحيوي، قطاع الثقافة والتراث الحضاري. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الزهراني، مدير عام قطاع الآثار بهيئة التراث.